هل سيكون مشوار التأليف بسهولة التكليف؟ ولماذا أيدت قوى الثامن من آذار مرشح قوى الرابع عشر من آذار لرئاسة الحكومة؟ ماذا عن كلام الرئيس نبيه بري عن أكثرية سابقة وفتح صفحة جديدة؟ وماذا عن الانتخابات وقانونها؟ بولا يعقوبيان تحاور في انترفيوز نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الأربعاء 8:30 مساء على المستقبل، بالاشتراك مع تويوتا أفالون والبنك اللبناني الفرنسي. كل رأي بيستحق ينسمع وكل طموح حدا يآمن فيه. البنك اللبناني الفرنسي راعي طموحاتكم وانترفيوز.